السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية يا ريت كل الناس اللي شفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات وكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. في هاشتاج غضبة مليارية على حرق المصحف، هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي. أتمنى إن الكل يشارك في ده، اللي أنت على الأقل تقدر تعمل إيه عشان صوتك كمسلم يوصل تعبيرا عن الغضب من الموقف اللي حصل من حرق المصحف في السويد. وهنا لا يحضرني إلا دعاء الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لما دعا رب العالمين: اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك فاستبطوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم آمين يا رب العالمين. نبدأ مع الكابتن إبراهيم سعيد. الكابتن إبراهيم سعيد كتب من خلال صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا تويتر وفيسبوك، انه او تويتر، هو ما اعتقد ما عندوش فيسبوك، هو اللي عنده تويتر يعني، اللي عنده تويتر. فبيقول: اقدم اعتذاري عن تدريب نادي المجد السكندري لعدم التوفيق والامكانيات، واشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره، وبتمنى للجميع التوفيق والحمد لله. منذ تولي المهمه لم اقصر مع نادي المجد، وذلك بشهاده الجميع بالتوفيق. اول هام يحسب للكابتن ابراهيم سعيد لما طلع عمل فيديو على صفحته، اعتقد على فيسبوك، قال له صفحه على فيسبوك اعتقد، عمل فيديو واتكلم فيه، شفت انا جزء منه، بيوجه الشكر والتحيه ويتكلم باسلوب محترم عن الاداره بتاعه نادي المجد، وده ان دل فيدل على اخلاق ابراهيم سعيد. اخلاق ابراهيم سعيد اللي للاسف الشديد، انا لما تيجي تشوف ابراهيم سعيد الفتره اللي فاتت، واكيد حضراتكم متابعين، يعني بيمر بظروف صعبه، يعني مرورا بظروف اخته الصحيه اللي هو اعلن عنها ربنا دعواتكم بها بالشفاء العاجل، ربنا يمن عليها بالشفاء، اللهم امين، تخرج بالسلامه لاسرتها الكريمه ويحفظها لاسرتها الكريمه ولوالدتها واخوها الكابتن ابراهيم سعيد. ثم الظرف الخاص اللي اعلن عنه الكابتن ابراهيم سعيد، اعتقد كان بالامس، اللي هو وفاه والد زوجته، او والده زوجته، وفاه والده زوجته يعني. فالراجل ظروف معاه يعني ابتلاءات من عند رب العالمين، وان شاء الله يكون في ميزان حسناته باذن رب العالمين، وان شاء الله ربنا يعوضه خير. فالظروف المحيطه بابراهيم سعيد، انا كرئيس نادي لما اجي اتناقش مع الكابتن ابراهيم سعيد في قصه اقاله او استقاله او تقديم شكر، او هو يتقدم، او هو لو هو حتى تقدم بشكر باعتذار، فلازم اقول له انا مقدر الظروف اللي انت مريت بيها، وكتر خيرك ان انت كنت موجود، اختك كانت بتمر بظروف صحيه، حماتك، والدة زوجتك حصل ظروف واحد اتنين ثلاثه، فمعلش اليومين اللي فات اكيد انت، اي وضع اي انسان طبيعي مش هيبقى بكامل تركيزه مليون في الميه. ومع ذلك ابراهيم سعيد تواجد في مباراه، كان في مباراه بالامس، كان سبورتنج، كانت في مصر، كاس مصر تقريبا، خسروا 5-3 بضربات الجزاء. ابراهيم سعيد ما خسرش ماتش. لما تيجي تشوف ابراهيم سعيد لعب 4 ماتشات، لعب اول ماتش مسك، ما كانش يدوب، كان يدوب لسه ماسك، معنا لعب ماتش المنصوره، وكلنا اتكلمنا وشفنا ضربه الجزاء، وكان بسببها زي ما قلت حضراتكم من 3 ايام ان تم وقف الحكم المساعد، حكم خد قرار بانها ضربه جزاء، فالحكم المساعد بيقول له لا مش ضربه ما فيهاش حاجه وبتاع، راح الحكم مزعق للحكم المساعد، والكل توقع ان الحكم المباراه هو اللي هيتوقف. ف من 3 ايام قلت لحضراتكم الحكم المساعد بتاع هذه المباراه هو اللي تم ايقافه يعني، فاحنا فهدف ضرب الجزاء ومش صحيح، وكان في عليها جدل تحكيمي كبير مباراة المنصورة. لعب بعد كده ماتش البلدية، والبلدية فرقة في القسم قوية يعني، أجاد وتعادل 1-1، خسر من جمهورية شبين، وماتش الكاس سبورتنج ده. السؤال: امتى انت قيمت ابراهيم سعيد كمجلس إدارة؟ انت طب حتى قيمته بناء على ايه؟ انت شفت فرقتك قبل ابراهيم سعيد كانت ايه، وبعد ابراهيم سعيد كانت ايه، في كل حاجه، سواء من ناحيه اللعب
شفت فرقتك كانت بتوصل للمرمى كم مرة وبتضيع كم مرة أو حتى من ناحية الاسم أو الوضع على الساحة الرياضية، المجد، مع احترامي للمجد والله يمكن ده تقصير مني، أنا ما تابعتش المجد أو ما عرفتش المجد، وغيري ممكن يكون كثر بسبب نجم زي إبراهيم سعيد لما يتولى إدارة فنية لهذا النادي، مع احترامنا لهذا النادي، لكن دي حقيقة. إبراهيم سعيد خلى الناس تعرف المجد، تبص على المجد، تشاور على المجد، تتكلم عن المجد. ثم هل 4 مباريات كافيين؟ ده إبراهيم سعيد بقاله إيه؟ تقريبًا ما كملش شهر شهر وأسبوع أو يمكن يا دوب شهر. عندك في الدوري المصري ميدو بقاله 6 ماتشات مع نادي بلعيبة وإمكانيات أفضل من المجد، ما كسبش ولا ماتش، خسر ماتشين، خسر من حرس الحدود وخسر من نادي الزمالك ماتشين و4 تعادلات. وماسك معاه لعيبه ونادي جماهيري اسمه الاسماعيلي ولعيبه امكانيات من دي احسن ولعيبه احسن من الموجوده مع ابراهيم سعيد كتير يعني. بالنسبه لنادي الزمالك انت هتروح بعيد ليه؟ نادي الزمالك نفسه. نادي الزمالك من بدايه الموسم، هل نادي الزمالك كسب مباراه؟ خسر من نادي الاهلي وخسر من نادي اسوان وتعادلات كلها. هل فيريرا مشي؟ فيريرا اللي بياخد مش عارف مية، هو اكتر من 150 160 الف دولار في الشهر بلعيبه، الاقل لاعب جاي في الانتقالات الشتويه اللي فاتت ديت يعني ممكن مصطفى شلبي ب 20 مليون، ضعف اضعاف ميزانيه نادي المجد كله يعني. ثم تاني وتالت، انت ابراهيم سعيد لما مشيته او مشي، هل بناء قيمت عمله وشغله ولا بناء على اراء حواليك؟ ما ابراهيم سعيد ما هو من زمان زي ما اتكلمنا قبل كده ان الاعلام مش مد ابراهيم سعيد حق، او زي ما هو مصور صورة عن إبراهيم، أو حتى في الفترة اللي فاتت من بعد الكلام عن النادي الأهلي فأصبح إبراهيم سعيد في ناس كتير مش حابة إبراهيم سعيد، بتتكلم عن إبراهيم سعيد أداء. أنت كراجل بتاعكم، أنت كمجلس إدارة قعدت كده وشفت فرقتي شكلها إيه، قيمتها والله قبل إبراهيم سعيد كنا بنعاني يعني. أنا شفت ماتش المنصورة مضيع فرص كتير جدا، وقلنا اتعادل اتغلب إزاي بضربة جزاء وهمية، ماتش البلدية برضه مضيع، ماتش شبين ده في اخر الماتش اكتر من فرصه راسياته، الماتش اللي فات ده ضربات جزاء، الماتش اللي فات ده ضربات جزاء، هيعمل ايه ضربات جزاء؟ لكن هو ان شاء الله تاني وتالت وعاشر، ان اللي شيء اللي زعل في هذا الامر ان ما حدش قدر ظروف ابراهيم سعيد اللي مر بيها خلال الماتش كان امبارح، وهو زوجته كان امبارح، كان والده زوجته، وقبلها بيومين كان اخته ربنا يمن عليها بالشفاء، ظروف صحيه. هم ازاي انت يعني كمجلس اداره بعيدا بقى عن الكوره انسانيا، حتى علاقه من 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 حيث العلاقه الانسانيه يعني العلاقه الشخصيه يعني. النهارده لما اجي اقول لك لا يا كابتن والله المفروض انا مقدر ظروفك اللي انت مريت بيها، واكيد يعني مش هيبقى في التركيز، هيبقى 1000000%، لكن اللعيبه عملت اللي عليها ووصل راحوا ضربات جزاء والكلام ده كله، هيعمل ايه ضربات الجزاء ابراهيم سعيد يعني؟ لكن قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله ربنا يعوضه افضل الفتره المقبله باذن الله باذن الله. بالنسبه ل شيكابالا والناس اللي بتهاجم كهربا يعني، وبرضو الهاشتاجات اللي طالعه دلوقتي، بسم الله مش جمهور النادي الاهلي يقول لك هتحوت مضلل غير محايد، وانا مع هذا الهاشتاج، مفيش حياديه هتحوت. لما كنا بنتكلم عن شيكابالا والبعض كان بيبرر لشيكابالا افعاله، فاكرين طبعا مباراه الاهلي في السوبر الامارات لما عمل قلع التيشيرت وعمل حركه اباحيه للجمهور النادي الاهلي كله، فلما جينا نتكلم ونقول هذا لا يليق فطلع علينا حتحوت وبعض الاعلاميين وغيرهم، قال لك ايه ما هو الراجل رغم ان الفعل خطا لكن الراجل طفح بيه الكيل، الراجل من اول ما نزل الجمهور عمال يشتمه، جمهور عمال يعمله واضطهادات وعنصريه وتنمر وانا عايز اسال الناس اللي بتقولها نفس الكلام ده، شيكابالا كهربا اتبهدل واتمرمط اتشتم واتلعن، الاهلي نفسه اتشتم لما شيكابالا جمهور الزمالك قال له مش عارف ايه ابوكو، شيكابالا يقول لكم اه مش عارف ايه ابوكو كلكم، كلنا عارفين. حتحوت يقول لك كهربا غلطان وشيكابالا لا، زي بالظبط شادي عيسى على قنوات اون اذاعه اون اف ام يقول لك اللي عمله الاخ شيكابالا يندرج تحت بند استفزاز والاستفزاز ملوش عقوبه، لكن اللي عمله كهربا شتيمه وتستلزم عقوبه، ده على قناه، ده على اذاعه محايده مش على اذاعه الزمالك ولا قناه الزمالك شادي عيسى.
اول هم عايز اسال سؤال لشادي، وكل واحد بيقول لك كهربا شتم، حد يقول لي كهربا شتم قال ايه؟ ايه اللفظ الخارج اللي كهربا قاله في اساءه لنادي الزمالك؟ ايه اللي علاقه اللي قاله كهربا بنادي الزمالك؟ هل جاب سيره الزمالك؟ هل قال لفظ؟ قول لي كهربا شتم قال ايه؟ بلاش تقول لي، قول لي اللفظ الخارج اللي يعاقب عليه كهربا. طيب الاخ اللي بيقول لك استفزاز ما لهوش عقوبه، لا، في حاجه اسمها في العقوبات، لا، لائحه العقوبات اثاره الجماهير يا شادي، لا يعنيني جهلك او لا يعفيك جهلك من المسؤوليه يا شادي يا حبيبي. يعني جمهور النادي الاهلي بظهر كهربا، قال لك كهربا جمهور الاهلي معاك، كهربا جمهور الاهلي معاك، ده هاشتاج متصدر ترند، متصدر تويتر حاليا. بعض الانباء اتكلمت عن نادي الزمالك، وانباء عن كلام التواصل مع وكيل المدير الفني السابق بيتسو موسيماني للنادي الاهلي عشان يتولى الاداره الفنيه للزمالك خلفا لفيريرا مع بدايه الدور الثاني. النادي الاهلي، بيطالب لجنه الانضباط بالكشف عن مصير شكواه السابقه ضد رئيس نادي الزمالك. طبعا هل ممكن لجنه الانضباط ترد على النادي الاهلي في هذا الشان؟ زي بالظبط المجلس الاعلى للاعلام، النادي الاهلي يعني تقدم بشكاوى كثيره وطالبوا بالكشف عن الشكاوى السابقه، النادي الاهلي تقدم بشكاوى ضد مرتبط لجنه الانضباط، عملتوا فيها ايه؟ اتحطت في الادراج. الاهلي بقى بيقول لكم عرفونا، حققتوا، قولوا نتيجه التحقيق 1 2 3، ما حققتوش، ما اللي مانعكم ايه؟ وانا اتمنى من النادي الاهلي، والله بعض الناس وبعض المسؤولين لما تيجي تكلمهم عن موضوع مرتضى منصور والكلام والهجوم على الخطيب، يقول لك يا عم اصل ده ممكن يسبب، يبص لها المسؤولين عليها فتنه كرويه والاهلي والزمالك. لا، الخطيب يمثل رئيس النادي الاهلي، لكن لما يجي يتجاوز يمثل نفسه. مرتضى منصور لما وخطيب باسم الله عمره ما بيتكلم بشكل، لكن انا بتكلم بصفه عامه، مرتضى منصور لما مسؤول رئيس نادي الزمالك، لكن لما يجي يتكلم الزمالك ملوش لسان يشتم، هو اللي فيحاسب. ما حدش يقول لي هنا اصل ده اهلي وزمالك وفتنه وبتاع مش عارف ايه، وعشان انا خايف من الاهلي والزمالك والفتنه اسيب اللي يتجاوز مفيش حساب يعني. فانا منتظرين رد لجنه الانضباط على الكابتن، على النادي الاهلي في المطالبه بالكشف عن مصير شكاوى النادي الاهلي لجنه الانضباط ضد مرتضى منصور. احمد الخضري زينا كلنا بيقول طب الاسماعيلي هيكسب امتى؟ كفايه تعادل كده، المانجا هتبوظ، المانجا هتبوظ. إيهاب جلال، الكابتن إيهاب جلال اللي انتقل من المصري بعد تدريبه المصري انتقل إلى نادي فاركو، ففاركو بيوجه له الشكر اللي تولى لسه هذا الموسم خلفا لنونو ألميدا البرتغالي. إيهاب جلال لم يقدم المردود الطيب مع فاركو، بيتم إقالته، وبنسبة كبيرة الكابتن حلمي طولان هو اللي هيكون الأقرب لتدريب نادي فاركو، جمعية ودايرة والكل بيقبضها يعني. في النهاية كل التوفيق للنادي الأهلي بإذن رب العالمين، ونتمنى العدالة تتحقق، ونتمنى يكون في إعلاميين يعترفوا بخطأهم، وإعلاميين يكونوا على مسافة واحدة من كل الأندية. للأسف الشديد، أمثال الإعلاميين اللي بيغضوا الطرف عن تجاوزات ويبرروا تجاوزات مع الوقت، وده طبيعي يعني، بيفقدوا احترامهم في عيون الناس. البعض كان شايف ان بعض الاعلاميين حياديين او مهنيين، ولكن المواقف هي اللي بتبين، المواقف عمره ما كان لي الكثير يعني، ما لهمش مواقف يجيبوا مداخلات ضد النادي الاهلي من بلدان اخرى منافسين للنادي الاهلي وانديه منافسه للنادي الاهلي عشان يعملوا معاهم مداخلات، يسلطوا الضوء على مجلس اداره ويضغطوا على مجلس اداره ويهاجموا مجلس اداره عشان يحرضوا الجمهور ضد مجلس الاداره، يدافعوا عن فعل مشين ويهاجموش فعل ما فيش او فعل اخر، كل بمكيالين. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.